هنا بيقول لي given the following data for Alex company for the year ended December 31, 2021. Sales 900,000, net operating income 150,000, degree of operating leverage 3 times. غريبة دي، مديني السيلز والنت operating income. طب انت عايز ايه يا عم؟ يقول لي what is the company break even point in dollar sales. طب ايه ده بقى؟ بيقول لي طبعا دي سيلز. ماشي، ايه ده بقى يا شباب؟ والله انا متعود ان البريك ايفن بوينت ان دولارز، ايوه تعالى نكتب كده الرول بتاعه. قلت له والله ادي البريك ايفن بوينت ان دولارز ايكوال توتال فيكسد كوست اوفر كونتريبيوشن مارجن ريشيو. ماشي، ولا عندي فيكسد كوست ولا عندي كونتريبيوشن مارجن ريشيو. طب ايه نتصرف ازاي؟ تعال نشوف، ابحث بقى معايا كده، ابحث معايا عن ده وعن ده. نبدأ، ايه رأيكم؟ والله نبدأ بأي حاجة يعني، ربنا يسهل. طب اجيبهم منين؟ ارجع كده شوف الداتا اللي عندك. انا لقيت مبدئيا من اما تلاقي ده اعرف ان ده اكيد وراء ان degree of operating leverage مش مديهولك كده يعني للولا الوطن. طب تعال نكتب كده الرول بتاعته، كانت degree of operating leverage ال دي او ال مش عارف القلم ده بيعكسني ساعات كده ليه، او الديجري دي او ال ايكوال توتال كونتريبيوشن مارجن اوفر نت اوبريتنج انكم. صح؟ يعني 3 تايمز اللي هو مديها لي دي ايكوال total contribution margin equal over اسف net operating income can given كانت ب 150,000. ايه ده، سبحان الله العمليه هتبدا تيجي اهو. يبقى total contribution margin equal ال 150,000 مضروبه في ال 3 times هيديني 450,000. وطالما بقى عندي total contribution margin 450,000 اهو، ده يا شباب as a total لو خدته وقسمته على السيلز، على السيلز بتاعتي، مش ده هيديني الكونتريبيوشن مارجن ريشيو؟ والله ايه ده، يبقى الكونتريبيوشن مارجن ريشيو ايكوال ال 450,000 التوتال كونتريبيوشن مارجن اللي انا لسه جايبه على السيلز بتاعتي 900,000، لو حسبنا الكلام ده هيطلع 50%. طب جبنا الكونتريبيوشن مارجن ريشيو، حلو حلو، فاضل الفيكسد كوست. افتكر لي كده الفيكسد كوست كانت محطوطه مع مين، مجموعه او مطروحه؟ كانت محطوطه مع ال ان او اي. لو تفتكر كنا بنقول ان النت اوبريتنج انكم ايكوال توتال كونتريبيوشن مارجن ماينس التوتال فيكسد كوست. والله ايه ده بقى، قال لي طب ما حضرتك النت اوبريتنج انكم عندي ب 150,000 والتوتال كونتريبيوشن مارجن حضرتك لسه جايبه اهو كنت جايبه ب 450,000. 450,000 فعلا، ده المفروض ماينس التوتال فيكسد كوست. الله، طب ما خلصت اهي. يبقى التوتال فيكسد كوست نعرف نجيبها كده ولا لا؟ ان شاء الله نعرف نجيبها. ازاي؟ بان انا هاخد طبعا الفيكسد كوست هنا بالنيجاتيف اجيبها هنا عشان تبقى بوزيتيف، واجيب مكانها 150، يبقى 450,000 ناقص 150,000 هيطلع ان التوتال فيكسد كوست عامله 300. انا نسيت اصلا انا بجيب الاتنين دول ليه. ده حضرتك بتجيب الاتنين دول عشان تعوض بيهم في الرول ده اهو، الرول اللي في النص ده اللي انا كنت كاتبه في البداية ده، ان البريك ايفن بوينت ان دولارز ايكوال توتال فيكسد كوست على كونتريبيوشن مارجن ريشيو. يلا يبقى ال 300,000 هقسمها على ال 50%، هيطلع البريك ايفن بوينت ان دولارز عاملة 600,000 دولار. وشكرا كده، يبقى الريكويرمنت نمبر 1 خلص. What is the margin of safety at this current level of sales؟ طبعا المارجن اوف سيفتي
لازم عشان احسبه يكون عندي البريك ايفن بوينت، والبريك ايفن بوينت مديهولك اهو ان دولارز، يبقى المارجن اوف سيفتي عشان اجيبه هقارنه بالسيلز بتاعتي اللي ان دولارز برضو كانت جيفن ب 900، واقول له المارجن اوف سيفتي ايكوال سيلز، ما قالش برسنتج، ها قال مارجن اوف سيفتي وسكت بس. خلاص انت بقى بالداتا اللي قدامك جيبها، هيبقى المارجن اوف سيفتي السيلز بتاعتي 900,000 ناقص 600 بريك ايفن، هتطلع المارجن اوف سيفتي عامله 300.